الظروف المعيشية الصعبة يلي عم بتمر فيها الأسرة السورية أصبح لابد من إدارة البيت اقتصاديا بشكل أوفر. هذه المهمة تقع على عاتق ربة المنزل في أغلب الأحيان، والتي تندرج تحت مسمى الاقتصاد الموازي، اللي أكيد رح نتعرف عليه أكثر لليوم مع السيدة تغريد ريشة، هي رئيسة تحرير مجلة اليسار. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك. صباح الخير. بالبداية خلينا نعرف الناس شو بنقصد يعني بالاقتصاد الموازي قبل ما هيك نغوص بتفاصيل كيف فينا نطبقه. الاقتصاد الموازي هو العمل المنتج، العمل اللي له مقابل مادي، مقابل يعني استفادة، إن كانت صناعة، إن كانت غذاء، إن كانت زراعة، إن كانت أي شيء، ولا يعترف به ضمن القوة العاملة وضمن الناتج المحلي. نعم، يعني اليوم عم نحكي عن ظروف استثنائية مثل ما حكينا بالمقدمة. نعم. ظروف صعبة يمكن مو مثل قبل، ربة المنزل أدرى ببساطة يمكن كانت تدير منزل، أما اليوم شو هي النقاط الأساسية اللي حضرتك بتنصحي فيها لإدارة منزل ناجحة؟ هلأ نحن إذا بدنا نحكي عن إدارة المنزل في عنا عدة عناوين. نعم. بداية أهم شيء للإنسان هو الغذاء. كانت إحنا كان متوفر كل شيء، وكل شيء كان بسعر معقول، و يعني كل من يبحث عن الغذاء، عن الطعام، يرى المادة أو يرى المنتج وبالسعر الذي يناسب دخله، متناسب كان مع الدخل، يناسب دخله. نعم. يعني اللي بده شيء مستورد يحصل على المستورد، بده شيء نوعية أولى متميزة، خضار باكوري، فواكه مثلا مستوردة، يشوف. في ناس بده كان من منتوج الموسم، كله كان متوفر بسوريا وبأسعار، حتى المستورد كان بأسعار معقولة، وكل من يريد يستطيع أن ولو مرة واحدة في الشهر. هلأ نحن صرنا بظرف المنتج المحلي، باعتبار أنه في كتير من الأراضي الزراعية، كتير من المعامل، كتير من المنشآت توقفت عن العمل لأسباب كتير، أهمها الإرهاب، أهمها ترحيل أو تهجير الناس من هذه المنطقة لأنها منطقة ساخنة. إذا قل المنتج اللي الأسرة بحاجته، اللي المجتمع بحاجته، اللي هون بدنا نقول نحن هون دور المدبر. من هو المدبر؟ هلأ كان في مثل عنا لدى الآباء والأجداد يقول أنه الرجل جنة والمرأة بنة. نعم. بمعنى الرجل عليه أن يحصل على مصروف العائلة، على ما يستطيع أن يسير به أمور العائلة، والمرأة عليها أن تبني الأسرة، تدير اقتصاد الأسرة، توفر طعام الأسرة، تحافظ أيضا على دخل الأسرة. إذن هلأ بدنا نبدأ نحن من الطعام. المرأة قادرة كتير كتير، أنه نحن مشهور عنا أنه نحن بنعمل كميات كبيرة من الطعام، وإذا كان لبكرة تعودنا، لأنه نحن الأزمة إلى 6 سنين بس. نعم. إذا كان لبكرة لا، هذا أكل بايت ما بدنا إياه، بدنا أكل جديد. تعودنا أيضا على وجبات مستوردة وليست من البيئة المحلية، أيضا هي إلى تكاليف. يعني إذا قلنا بدنا نجيب نحن مايونيز، وبدنا نجيب خبز إفرنجي، وبدنا نجيب مقبلات تانية مع وجبة، قد تكون فروج، وقد تكون قطعة لحم، وقد تكون أي شيء آخر، أيضا إلى تكاليف. إذن على المرأة أن تحافظ على دخل الأسرة، تحافظ على طعام، تنوع، تقلل الوجبة. نحن ما مثل ما قلت لك ما في داعي نكب. اثنين، إذا باتت الأكل، هلأ أنا عندي هذا هاي المعلومات لأنه أنا كان عندي برنامج بإذاعة دمشق اسمه المرأة وقضايا المجتمع، وكنت سكرتير التحرير مجلة المرأة العربية سابقا، يعني اختصاصي مرأة ومجتمع. نعم. أنا قبل أن أكون رئيس تحرير مجلة اليسار اللي هي ملك خاص. على المرأة مثلا بات عندها، لنفترض أنه كان عندها ضيوف وعندها، أو توقعت يجي حدا من أولادها، وزاد عندها جزء من الفروج. في طرق كتيرة أنا للفروج، لأنه أنا بعرف أولادي إذا الفروج بايت ما بيأكلوا، فصرت بتحايل عليهم بقول لهم اليوم دجاج مكسيكي. يعني واحد من أولادي بيقول بس تقول دجاج مكسيكي عرفوا فيه بالبراد كتير بقايا، أمي هلأ بدها تعمله. فأنت إذا جبتي قطعة دجاج مثلا اللي بايت، حطيتي فليفلة خضراء، وحطيتي بصل، وحطيتي كاري، وحطيتي بندورة، وحطيتي ورجعتي حطيتيهم لنفترض بالسخانة، أو حطيتيهم بالفرن إذا ما في كهرباء، حطيتهم عملتي ساندويش، يا أخي هذا سعره كبير كتير برا. وأنا وفرت على سرتي المال اللي هو كان بدي أشتري أنا لحم دجاج،
وايضا شيء منتج انا ما كبيت واكل جديده كمان، يعني شويه انا بضيف شغلات كثير والله على الاكل لحالي وطيبه وانا بحبها. إيه. هلا مثلا اذا انا اذا عملت فتوش احيانا بحط له جزر، يعني لا. يعني انا حريصه تكون الوجبه صحيه تكون كامله ومن منتجات البيئه. لا. نعم ست غريد، يعني نحن اليوم هيك بدنا نستفيد من خبرتك الطويلة بالحياة أكيد، وباعتبارك مرأة سورية عايشة بهي الظروف وامرأة عاملة. نعم. وولادك كتير تخلينا نقول جربتي فيهم كتير أشياء مو بس تجارب. بالأكل خلينا نعرف اليوم هاي الورقة والقلم اللي مع حضرتك شو في هيك أسرار مخبيتي لنا إياها لتنظيم المرأة لبيتها؟ هلأ أنا كنت عم أقول أنه كان بدي أبدأ أنه التمكين دائما وابدا الامم المتحده والمنظمات المحليه والجمعيات وكل باحث في الاقتصاد يقول يجب علينا ان نمكن المراه، تمكين المراه السياسي، تمكين المراه الاجتماعي، تمكين المراه. شو بيعني التمكين؟ التمكين يعني امتلاك الفرد لقدرات بتاهله لانه يكون منتج في المجتمع، يأثر بالاخر، يأثر بمجتمعه ان كان اللي الاخر اللي قدامه فرد ولا مجتمع ولا وطن. التمكين شو بيعني؟ بدي أقول أنا هلأ للمرأة أنه أنا بدي أهلها وبدي أعطيها قدرات. طب أنا بدي أهلها وأعطيها قدرات، أنا عم حس أنه في فجوة بتمكين المرأة بسوريا. دائما نركز على تمكين المرأة المتعلمة، تمكين المرأة أنه السياسي، أنه وصلت إلى مجلس الشعب، وصلت إلى الوزارة وهي مدير عام ومنحصيون. في عندي امرأة موجودة بالحياة ومنتجة اللي هي المرأة الريفية، المرأة التي تعمل بالزراعة، المرأة التي تعمل في المنزل منتجة أيضا. نحن ما بنعتبر هذا اسمه اقتصاد الظل. اقتصاد الظل مثلا أنا بشوف مرأة مشتري سحارتين، واحدة بطاطا وواحدة بندورة وواحدة بقدونس ونعناع وإلى آخره، بنهاية اليوم خليت ربح 1000 ليرة، يعني من كل قطع من كل منتج بالكيلو ربحت 50 ليرة أو 20 ليرة ورجعت جابت. فإذا أنا قلت على باليوم 1000، إذا بالشهر خلي 4 أيام هي ما اشتغلت، إذا في عندي أنا 26 ألف راتبة أحسن من سيدي حاصلي على البكالوريا. وهذا ما حطيت، يعني شو بدي لك، ما حطيت، ما دفعت ضريبه، ما دفعت، ما بعرف شو بدي أقول، لبس، ما دفعت مكياج، ما دفعت. نعم هذا لا يحسب. المرأة اللي بتشتغل بالأرض، اللي بتشتغل بالزيتون، واللي بتشتغل بالبيوت البلاستيكية، اللي بتشتغل بالتبغ، لا تحسب ضمن الناتج المحلي. بيقولوا لك إنه عدد العاملات حسب إحصائيات إما التأمينات الاجتماعية أو إحصائيات المؤسسات الدولة، لأنه نحن ما عم ننتبه على المرأة اللي عم أقول إنه هي عم تكون منتجة وفاعلة باقتصاد الظل. دائما عندنا نسبة مشاركة المرأة بالعمل عم تكون منخفضة. هلا انا لاحظت انه مرت فتره فعلا كنا نتجه نحو المراه الريفيه، كان في قروض ميسره، كان في تشجيع على مشاريع محليه مثل الجبن، مثل الكونسروا، مثل هلا مثلا الفطر منتج مقبول كتير كتير وصار دارج، يعني له شيء 10 سنين 15 سنة نحن بده يكون بمعظم الوجبات تبعنا. ما زال الفطر عالي 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 السعر. طيب ليش؟ كل سيدي ممكن كل سيدي في 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 جمعيات وفي بكل دول العالم في احيانا بالابو تبع البيت بينتجوا فطر. يعني في اقتصاد الظل، انا بتمنى اقتصاد الظل مشان نوفر على الاسره، نوفر على المجتمع، نوفر عمله صعبه لاستيراد بعض المواد اللي نحن بحلم بحاجتها وصار بدنا اياها، يعني ما فينا نستغني عنها. فهذا اللي بقصده انا. فكتبت عده عناوين انه انا مثلا يعمل لدى الأسرة بدون أجر بعام 2000 كان 10% من الرجال يعملون لدى الأسر بدون أجر، بينما النساء 47%. نعم. ما بنحسب أجرهم. بالعام 2002 انخفضت نسبة عمل النساء لأنه صار في وعي وصار في بلشنا نقول لهم شو هو التمكين، 41%. بعام 2009 صار 17%. إذا نحن بدأنا بالطريق ونحن رح نستمر بإذن الله، والفرد المنتج بيكون مرتاح
ومحبوب أكثر من الفرد اللي دائما شوفي لك بيأكدوا على أنه إعالة رب الأسرة تحسب زوجته من أنه هو عم يعيله وهي منتجي مثله. نعم. يعني عم توفر عليه مثل ما عم يجيب هو عليه. يعني مثل ما تفضلتي وحكيتي البداية بتكون بالتمكين، نستمر نحن دائما بالطريق مثل ما تفضلتي كمان قلتي بدينا بالطريق نستمر دائما فيه. البيت الناجح يمكن أساسه أم ناجحة وربة منزل ناجحة. أكيد الحديث بطول بهذا الموضوع رح نحكي فيه إن شاء الله يا رب حلقات جديدة ونعطي معلومات أوفى. شكرا كثير لحضورك معنا لليوم. شكرا لكم. شكرا لك ونتمنى لك دائما هيك صحة وضلي هيك ربة مثل ما بيقولوا فوق رأس أولادك وتعطيهم كل الخير. شكرا كثير لك. شكرا للإخبار الرائعة ببرامجها وعناوينها دائما ومواكبتها للحدث. شكرا لك. أما هلأ